السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين نهائي كأس آسيا، وين منتخب قطر يفوز على الأردن ويحافظ يعني ويحتفظ باللقب. حنا شاهدنا جماعة تاع خايفين واللي يخرجوا يقول لك شوف قطر يعني بعد طرد المدرب في 2015 وين ولات عندها انتفاضة كبيرة في كرة القدم. هذه هي خرجوا قال لك لارجو، قال لك ثلاثة تاع لي بيناتي كاينة، إلا كاين ربعة تاع لي بيناتي يعطيك ربعة تاع لي بيناتي، كاين ستة تاع لي بيناتي يعطيك ستة تاع لي بيناتي، مكان لا دراهم لا والو. دروك قلعوا القاطر، قال لك قاطر شراتهم، شرات لاكوب بالدراهم. يا ودي بركاو ما تشكلوها، بركاو ما الكذب تاعكم هذا، ودير مي فينا الفانيك بالدراهم مي ربحت يا تروا بيناتي نورمال بالا بيا صايك الاردن ما هدروش. وتوعنا هنا راهم يهدروا شوف 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 يا ودينا الشيطان. أردن ما هدرتش، أردن الشعب تاع أردن يصفق على اللاعبين تاعهم والقداس قاعد تصفق والتهاني لعبوا فينا وانتوما لهنا على بالكم على راهم يهدروا. يقول لك باللي قاطر خايفين واللي زعما كيقول لك قاطر طردوا واحد في 2015 شو جابوا دو كوب 2015 خرجوا بفضيحة فضيحة فضيحة زيرو بوا 2015 كاس آسيا أكبر فضيحة في التاريخ كرة القدم القطرية زيرو بوا. اليوم بعد زوج جابوا زوج على التوالي زوج واحدة مور واحدة، واحدة 2019 وواحدة 2024 تاع 2023 داروها 2024. راك تشوف كيفاش الهضرة هذه، الهضرة تاعكم هذه ويتا 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 شوية تفيقوا. هذه هي ناس خايفة كيما هاكو صحيح هذا مكان. وين حسم المنتخب القطري نهائي كأس آسيا 2024 لمصلحته بفوزه على نظيره الأردني بنتيجة 3-0 ليحصد العنابي لقبه الثاني على التوالي، وهذه المرة على أرضه وأمام جماهيره بفضل تألق نجمه وهداف البطولة أكرم عفيف، رغم أنه كان مصاب. وأن أقيمت المباراة النهائية للنسخة الثامنة العشر من البطولة الآسيوية على ملعب المونديال أمام حضور جماهيري غفير فاق 86,000 مشجع وسط أجواء عربية خالصة في ثالث نهائي يجمع بين المنتخبين العربيين في تاريخ البطولة. يعني خطرة العراق السعودية، السعودية فهاديك السعودية قدام والله ما لعب مهم زوج خطرات السعودية، واحدة مع العراق، واحدة مع الكويت، واحدة مع الكويت، وهذه قطر مع الأردن. هذه هي وهذه هي يعني. وحسب المنتخب القطري نهائي كأس آسيا 2024 لمصلحته بفوزه على نظيره الأردني بنتيجة 3 أهداف لهدف ليحصد العنابي لقبه الثاني على التوالي، وهذه المرة على أرضه وأمام جماهيره. أين أقيمت المباراة النهائية للنسخة 18 من البطولة الآسيوية على ملعب المونديال أمام حضور جماهير غفير، يعني 86,000 مشجع وسط أجواء عربية خالصة. وين انطلق النهائي كأس آسيا بدسق عالي وحاول كل فريق التقديم يعني التقدم مبكرا في النتيجة، ما جعل اللعب مفتوح وفرص تولد من هنا وهناك، حيث بدر لاعبون قطر للهجوم لكن محاولتهم لم تشكل خطر على الحارس الأردني. وفي الدقيقة 16 من بصمة يازين نعمت على أول فرصة منتخب النشامة عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس يعني كان يقظ ونجح في التصدي للكرة باقتدار. أكرم عفيف يتألق، لم يتأخر الرد القطري كثيرا على الفرصة نعيمات وكان قاسيا عبر أكرم عفيف الذي حصل على ركلة جزاء إثر عرقلته من طرف عبد الله النصيب، وين تولى نجم السد تنفيذها بنفسه وترجمها إلى هدف التقدم في الدقيقة 22 معلن عن الهدف الشخصي السادس في البطولة. 6-7-8 ويسجل 8 أهداف.
وظل لاعب المنتخب القطري يضغطون من أجل قتل المباراة بهدف ثاني، وكاد أن يتحقق لهم ذلك في الدقيقة 33 عبر المدافع لوكاس، يعني مع ضربة من ضربة رأسية، لكن الحارس يزيد أبو ليلى نجح في إبعاد الخطر وحول الكرة إلى ركنية، وكان موسى تعبري قريب جدا من إدراك التعادل للأردن في الدقيقة 48 في الوقت بدل الضائع بعدما استلم التمريرة بالمقاص من علي العود، لكن تسديدته اليسرى واليسارية سدها الحارس بدل من يعني سدها الدفاع بدل من الحارس لينتهي الشوط الأول بعد ذلك بلحظات بتفوق القطر بهدف نظيف. انخفض اللاصق اللعب في أول ربع ساعة من نهائي كأس آسيا مع تسجيل تراجع لاعبي قطر إلى الخلف تاركين الكرة للاعبي الأردن، لكن ذلك لم يستغل كما يجب رغم محاولات علوان في الدقيقة 57 عبر بقصية جلبت القائم الأيسر للحارس بالراشد. وفي الدقيقة 59 تألق الحارس القطري في صد تسديدة يعني قوية محاول إياها للركنية قبل أن يتصدى بالرأس ببارعة مرة أخرى لمقصية يزيد العرب الذي كانت تتجه لزيارة الشباك، ثم سددت عملت الكرة قوية بعد دقيقتين نجح الحارس في صدها مرة أخرى، ثم عادت الكرة إلى علوان الذي حول للتسديد بالعقب، لكن كرته مرت جانبا. واستمر الضغط الهجوم الأردني لينجح المتألق يزن يعني في تسجيل هدف التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 67 مستغل توزيعة في القائم الثاني من إحسان حداد ليعيد المواجهة إلى نقطة الصفر يعني بعد التعادل، لكن نجح أكرم عفيف في إعادة المنتخب القطري للتقدم في النتيجة مرة أخرى عند الدقيقة 72 عبر ركلة جزاء احتسبها الحاكم المواجهة الصيني بعد عودته لتقنية الفار بعدما تأكد من وجود خطأ من المدافع محمود المرضي على قطري أحمد فتحي داخل منطقة الجزاء. وكان أكرم عفيف قريب من قتل المواجهة بهدف ثالث في الدقيقة 83 عبر تسديدة رائعة من كرم ثابت على مشارف منطقة الجزاء، لكن الحارس أبو ليلى كان بارع في التصدي للكرة ثم عاد يعني هداف المسابقة ليعزز رصيده من الأهداف إلى 8 بعدما بصم على الهاتريك في الدقيقة 95 حين نجح في الحصول على ركلة جزاء ترجمها بنفسه إلى هدف ثالث قتل بها المواجهة نهائيا. وبثلاثية أصبح عفيف هدف تاريخي لمباريات النهائية كأس آسيا برصيد 4 أهداف، سجل منها 3 في مرمى الأردن وهدف في النهائي النسخة الماضية وهداف يعني 2019 من مرمى اليابان، كما بات أول لاعب يسجل في النهائيات الآسيويين يعني متتاليين. أصلور مال وفانيك وين دائما كان الشكر يعني اللي كيسموه هذاك لونترينير حسن عموتة يعني وين الكل أصبح يتكلم عليه المدرب هذا، قال لك نهائي مشبوه ولا لا مشبوه لا والو. لا والله لا مشبوه لا والو، الناس هاي الطيار مشبوه. الناس لعبتها صاحبي، كاش مشبوه هذي مشبوه هذي مكاش هذي سي تلعب خويا بس داي داي قدام برك الله مكان والله مكان قصرة كاع. الناس يقول لك في نهائي مشبوه نهائي منا ونهائي لا نهائي مشبوه لا والو، عب على روحك نهائي مشبوه لا مكانش. الناس لعبت وما متهمين فرحوا بعضهم بعض نورمال عادي بكلام منا لا مليها الناس هي تحت الوصايد.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. لو شي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.